المثقف السعودي هو حجر الأساس في هذا التحول الهائل الذي تمر به المملكة، والذي تلعب فيه الثقافة دورا أساسيا في صناعة هذا الحراك عبر مجموعة كبيرة من الأنشطة، وفي الحقيقة عبر تغيير آلية التفكير وتغيير نمط التعامل مع الحياة ومع الفكر والتراث ومع تمكين المرأة، ومع أن تتحول الثقافة إلى زاد يومي ومنتج يومي ووسيلة من وسائل تطوير جودة الحياة ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام. المثقف هو حجر الأساس في هذا التحول الثقافي الكبير والواسع. أن المثقف ليس هو الشخص المتعلم الذي يأخذ وظيفة في الجهاز الحكومي والإداري، وأن فئة المثقفين تختلف عما يصطلح عليه الانتليجنسيا المهنية. في كتابه المثقف والسلطة على سبيل المثال يوضح سعيد بأن المثقف ليس هو حامل الشهادة، فكم من حاملة شهادات هم في الحقيقة جهلة مقنعون. المرأة حاضرة اليوم في جميع المناشط الثقافية، حاضرة في الفن وفي المسرح وفي السينما، حاضرة في المؤسسات، حاضرة في الجهاز الإداري، حاضرة في قطاعات حديثة مثل السياحة مثل الثقافة، حاضرة في كل مجالات الحياة. المرأة اليوم هي في المقدمة، لم تعد المرأة خلف الرجل، لا أستطيع أن أقول حتى أنها إلى جانب الرجل، هي أصبحت في المقدمة، هي تحتل المقاعد الأمامية اليوم في الحضور وفي الإنجاز، وهذا مهم. المرأة اليوم ليس شكليا حضورها في المشهد العام ولا في المشهد الثقافي حضور جوهري، وهي تبدع وهي تقدم إبداعا حقيقيا وإنجازا علميا وإداريا. المؤسسات التي تقودها المرأة حققت نموا هائلا، والمرأة أينما أعطيت الفرصة فهي تقدم إبداعا.